وللتعليق على ما يخص القرارات المتعلقة بدور الدرجة الأولى ينضم إلينا هاتفيا من الدمام رئيس نادي النهضة لطفي الدوسري. أهلا بك أستاذ لطفي. بداية كأي أندية كيف ترون هذا الاهتمام وإطلاق اسم ولي العهد وانعكاساته على الأندية وعلى المسابقة؟ أولا مساكم الله بالخير. هلا مساك الله بالنور. اليوم بالنسبة للأندية الدرجة الأولى يعتبر يوم تاريخي. نشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على هذه القرارات المهمة والاستراتيجية في مسيرة الكرة السعودية. نعم. يكفينا فخرا أن يحمل دوري الدرجة الأولى اسم سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. الاسم بحد ذاته فخر للدوري، فخر لنا احنا أن نلعب فيه ونتنافس فيه. نعم. فوائد كثيرة، إقبال جماهيري، اهتمام إعلامي، زيادة فرص دعاية وتسويق ورعاية إن شاء الله. نعم. ففعلا يوم بالنسبة لنا يوم جميل اليوم، نادي النهضة والجميع أندية الدرجة الأولى. نعم. كيف ستستثمر الأندية الدعم الذي يصلها أو سيصلها؟ بالنسبة للدعم الحمد لله دعم، نشكر مال المستشار مرة ثانية، دعم 5 مليون، مبلغ راح يساعدنا كثير في أولا تسيير أمور النادي الحالية، لأن مثل ما أنت عارفة الموسم بدأ والآن حنا باقي لنا شهرين على انتهاء الموسم، ففي مستحقات كثيرة على الأندية بإذن الله راح تكون لها خطة. أنا ومع مجلس الإدارة من أول ما سمعنا بالقرارات حاولنا نتناقش وكيف إن شاء الله نحاول نستفيد الاستفادة الكبيرة من هذا المبلغ، تسيير أمور النادي بالنسبة للمستحقات السابقة وللمستقبل. صحيح. نعم. أننا لابد نسوي المستقبل بإذن الله. نعم نعم، شكرا لك. كان معنا من الدمام رئيس نادي النهضة لطفي الدوسري، شكرا لك جزيلا.